ديانة أبل، هل أصبحت شركة أبل طائفة دينية؟ بي بي سي عملت تقرير مثير جدا عن شركة أبل وعشاق منتجات شركة أبل، وقت إن هم بدأوا يظهروا كأنهم طائفة دينية. هذه الطائفة طبقا لبي بي سي تبدو ملامحها في التالي: نمرة واحد، إن مشاهد افتتاح أي متجر لأبل بيبدو أقرب إلى اجتماعات الصلاة في مذاهب وديانات أخرى. نمرة اتنين، إن الحركة والصراخ وافتراش الأرض بيبدو كأنه أيضا نوع من الطقوس الدينية أو يشبه الطقوس الدينية في مذاهب وديانات ومعتقدات أخرى، ده كلام بي بي سي. أيضا إنه الناس بتيجي بالمسافات طويلة جدا وتنتظر، سواء إن قبل عندها حاجة جديدة أو ما عندهاش، عندها حاجة جذابة أو مش جذابة، غالية أو رخيصة، في كل الأحوال هم هيروحوا لأبل وينتظروها، وإن ده نوع من العشق أو نوع من العبادة، زي بيقول مراسل أو كاتب بي بي سي، إن ده أشبه بديانة جديدة، إن بغض النظر عن الأبعاد الأخرى هم يعشقون هذه الشركة ومنتجاتها إلى حد العبادة. والنقطة التالية، إن خطب ستيف جوبز اللي هو مؤسس أبل تبدو كأنها مواعظ، وإنها ملهمة، وإن فيها أبعاد أخلاقية، وإن ده مؤثر جدا، وإنه يبدو كالمسيح بالنسبة لهذه الطائفة الجديدة أو الذين يتجهون إلى أبل بغض النظر عما تقدمه الشركة لمستهلكيها. والنقطة التالية وهي صادمة، إن موقع زي CNET، هذا الموقع بيقول ان ابل طائفة دينية او تبدو كطائفة دينية، لها معبدها اللي هو المتجر، ولها مسيحها اللي هو ستيف جوبز. وبعدين بقى بي بي سي بتذهب الى ابعد وتقول ان اطباء اعصاب درسوا المخ وقالوا ان الجماهير الكتيرة جدا الموجودة قدام متاجر ابل هي جماهير تشبه مشاعرها وارتياحها مشاعر المؤمنين اللي بيأدوا صلاة في ديانات ومعتقدات أخرى. ده كلام البي بي سي عما أسمته ديانة أبل أو اعتبار شركة أبل وزبائنها بمثابة طائفة دينية جديدة. طبعا ده كلام مثير للنقاش والاهتمام، إنما قطعا واضح تماما هو كلام غير صحيح، إن ده مجرد جمهور بيحب تكنولوجيا معينة، موجة معينة، تقليعة معينة، وعايز يمشي ورا هذه التقليعة أو هذه الموجة. فلما يطلع أحد أنواع الموبايل بيستنى الأحدث فالأحدث فالأحدث، وده بيحصل مع باقي الشركات المنافسة، وبيحصل أيضا في شركات أخرى بتنتج أشياء أخرى. وبالتالي لو شركة تلفزيونات الناس برضه ممكن تستناها، لو إن في تطوير جديد حصل في التلفزيون وأي تكنولوجيا فيها جديد، سواء جيل جديد أو تطوير جديد أو الانتقال من تكنولوجيا إلى أخرى، الناس كلها بتتجه كنظرة استهلاكية وسلوك استهلاكي طبيعي. إنما الموضوع لا فيه ديانة أبل ولا فيه طائفة دينية أبليون أو اللي هم أنصار أو محبي شركة أبل، إنما ده نوع من الدعاية الزيادة. أما إن تحليلات بقى المخ تؤدي إلى إن فيه أو أشارت إلى ارتياح يشبه ارتياح المؤمنين، ده كلام طبعا صعب نقول انه كلام علمي. هو الفكره بس ان في انسان سعيد بما يفعل، وان معجب بهذه الشركه، او فرحان ان في موبايل جديد مستنيه، او جهاز كمبيوتر جديد مستنيه، فاي شعور بالسعاده والارتياح هو موجود تجاه ملايين المناسبات الاخرى، مش بس ان الانسان يكون في متجر من متاجر شركه ابل. اما الكلام عن ستيف جوبز وان هو يكون مسيح هذه الطائفه، فبرضه كلام مبالغ فيه جدا. ستيف جوبز مش فيلسوف ولا مفكر كبير الناس ممكن تستناه، ما هوش كانت ولا هو هيجل ولا هو ريني ديكارت ولا هو الفيلسوف اللي عنده فكر كبير جدا نقول عليه ان هو ملهم للاخرين. قصة نجاح قوية جدا مثيرة جدا، لكن عشان نقول ان هو المفكر او الفيلسوف اللي عنده فكر او علم يخلي كتير جدا من انصاره ممكن يذهبوا إلى أن هو يكون له مكانة مقدسة أو مكانة كبيرة، إنما هو فقط شخص مشهور جدا، ناجح جدا، متميز جدا،
قدم خدمة كبيرة جدا لتاريخ التكنولوجيا في العالم بإنجازات المهولة لشركة أبل، مش أكتر من كده. شركة أبل طبعا وصلت دلوقتي إلى تريليون دولار، أول شركة تريليونية في التاريخ، وطبعا ده جزء من الدعاية الكبيرة لشركة أبل، الحديث عن ديانة أو عن طائفة دينية كما قالت محطة بي بي سي البريطانية.